السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال بيقول: ما هي البرامج الأكثر استعمالا في قطر للمهندس المدني؟ في فيديو كنا بنتكلم فيه على البرامج الهندسية، هتلاقيه في وصف الفيديو دوت. عموما يعني في الوطن العربي كله، سواء في قطر، الإمارات، موجود في مصر، في السعودية، تقريبا يعني نفس البرامج. أغلب الشركات بتشتغل بالأوتوكاد، فلازم تكون عارفه. مكاتب كتير جدا بتدور على حد يكون ريفت استراكشر، ففرصة حلوة لو أنت اتعلمت ريفت استراكشر. هتلاقي شرح في بيم أريبيا على اليوتيوب. في لو انت بتتكلم على حاجه بمشروع ستيل، طبعا لازم تروح لتكلا، هو قوي في موضوع الستيل، وبيعمل طبعا كل حاجه كونكريت كل حاجه، بس هو الستيل اقوى بكتير ومتميز فيها في التفاصيل وكده. لو انت بتتكلم على تحليل انشائي، لازم تبقى عندك مثلا برنامج زي الساب او روبوت او هكذا. البرامج ديت الساب طبعا كان هو توب، وبعد كده دلوقتي لما اوتوديسك شالت روبوت عملت له دعايه كويسه جدا، فالناس اتجهت ليه وهو بيتكامل مع الريفت. دي اهم البرامج. والاكسل، الاكسل الاكسل الاكسل، اي حد شغال في المجال بتاعنا ما يقدرش يستغنى عن برنامج الاكسل، بيسهل شغل كتير جدا. وبالتوفيق ان شاء الله.